النهارده الناس المسؤوله بقى الكواليس بتاعت التوقيت ده، هل انت حد اتكلم معاك او الحضري مثلا، او كنت على دراية بالقصة دي، ولا الامور مشيت ازاي؟ انا هرجع للاستعداد يا امير اللي ورا من ورا شويه. ايه بقى؟ انت دلوقتي المفروض اي لاعب في النادي الاهلي لازم يكون مستعد في اي وقت وفي اي زمن وفي اي مكان وفي اي توقيت ان انت تشارك في اللقاء. تمام. فكان معانا طبعا مثلا مانويل جوزيه، عنده خبره كبيره جدا، وكان دايما بيجي لنا يقول مثلا امير انت تلعب اخر ماتشين في مش عارف مين، حلو. طب هنعدي الماتش الجاي وهتلعب الماتش اللي جاي مع التنسيق مع الجهاز الفني. تمام. فكان في حته نفسيه كويسه جدا مستر مانويل جوزيه. فده وانت عارف عامل النفس لعيب مهم كوره، جدا العامل النفسي لعيب طبعا الكوره وخصوصا في مصر لازم تتعامل معاه بشكل بشكل كويس. معين. والكابتن احمد ناجي طبعا كان ليه دور كبير جدا، طبعا. انك انت النهارده كان يقول لي اصبر ما تتضايقش، العب ماتش كويس وارجع، اقعد احتياطي حاضر، اتعورت ورجعت ولعبت ماتش كويس ومفروض بلغه الكوره اركب والعب فرجعت تاني مفيش مشكله حاضر. كنت بزعل كنت طبعا، بتزعل بس ما بتعملش مشكلة. لا فكان ساعتها كان في هدوء وكان في وقت معين انت هتلعب في وقت معين، الاداره بتساندك، اللعيبه زمايلك بتساندك، الجمهور بقى كان له دور كبير جدا، انك انت حتى لو ما بتشاركش بينادوا عليك بطريقه ايوه معينه، صح. ما بتلعب ماتش بيدوك ثقه كبيره جدا. النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهور كبير عظيم، بيدي دفعه قويه غير لا طبيعيه. وانت كمان لعبت كاس عالم انديه قبل حتى الواقعه بتاعت الحضري، لان هو كان اتصاب ماتش اتحاد جده لو تفتكر في 2006. مش اتحاد جده، كان انترناسيونالي البرازيلي. اتصاب ماتش انترناشونالي، وانا وبعدين لعبت. ماتش لعبت الماتش بتاع التالت والرابع صح. كان انترناسيونالي لعبت اخر 10 دقايق وبعد كده لعبت الثالث ماتش والرابع. كلوب امريكا اول 2-1، ميداليه ذهبيه اول ميداليه برونزيه، برونزيه للاهلي 2006. كنت انا بلعب في اللقاء. كان فيها استعداد قبليها، ان النهارده بيتكلم كابتن احمد اتحاد ناجي جدة كان في 2005. 2005 دي برضو ما كانش الاستعداد لينا كويس، ما كانش عندنا خبرات كويسه، ما رحناش بدري، الجو مختلف. انا بس عايز اروح برضو لحتة الحضري، فجيت قول لي انا في بقى موضوع الحضري. الحضري. لما انا كنت مستعد تمام ان هو الى اخره، ولكن جيت في مره في ماتش، فبيجي لي اوقات كنت اقعد اقول هو انا امتى هلعب؟ امتى هبقى جول النادي الاهلي طبيعي رسمي؟ طبيعي. بس اصبر اصبر لحد ما جيت ماتش المصري. المصري هو اخر ماتش لعبه الحضري. اخر ماتش، فهو بيضحك، هو دايما كان بيبقى مركز ومكشر ان هو فلقيته بيضحك ويقول لي تعالى ويضربني على دماغي ومش عارف ايه. فهو بالنسبه لي اسطوره، وبالنسبه لي اتعلمت منه كتير طبعا هو جدا، نجم كبير. فبضحك معاه يعني، مهزر معاه وانا سايبه عشان مركز. اما لقيته هو بيناديني ومركز برضه بيضحك، فقال لي عايز تلعب بقى وتبقى رقم واحد ومش عارف ايه. قلت له طبعا اكيد ان شاء الله، بس ادينا فرصه انت بس. فقال لي هجي لك الفرصه وهتلعب. فقلت له ازاي مش فاهم. قال لي في خبر كويس هقول لك عليه بعد الماتش. فقلت له خبر كويس هتقول لي عليه بعد الماتش؟ قال لي. قلت له خبر ايه مش فاهم. قال لي بعدين هتكلم معاك. جه في فالمهم دماغك ايه؟ خبر ولا كويس. اي حاجه ما فكرتش قلت خالص، مثلا عقد احتراف لعصام الحضري ولا اي هيمشي عن حاجه، طريق النادي، ولا اي حاجه. خبر كويس مثلا ايه يعني؟ اصل اكيد انا جه في دماغك اخري حاجه. ممكن ايه، انا هريح شويه فانت واخلي العب. مثلا. المهم دخل جوه، احنا طبعا الحراس بيسخنوا الاول بعد كده بيخشوا يغيروا. فلما دخلت كان معانا كابتن عماد النحاس. فكابتن عماد النحاس فقلت له حاضر مش عايز تقول لي ايه الخبر؟ قال لي خلاص بقول لك بعدين ده بعد الإحماء. بعد الاحماء. هو قال لي في الاحماء في حاجه كويسه ليا وليك تمام. وخير. وانتوا بتسخنوا قبل الماتش. دخلنا تمام. جوه بقى بنقرا الفاتحه ومش عارف ايه. فكابتن عماد النحاس كلمني قال لي يا امير انا عارف في الحضر عايزك في ايه ومش عارف. قلت له انت بتتكلم بجد؟ قال لي ايه ده، كابتن عماد النحاس كان عارف؟ كان عارف. ليه بقى؟ هو كان في صديق مشترك الله يرحمه يعني بين الحضري وكابتن عماد النحاس. اتكلم معاهم وقال لهم يعني كانوا خلاص هم عارفين القصه. كابتن عماد بنسبه كبيره كان كان عارف اللي هيحصل. عارف. فقلت له ايه؟ قال لي الحضري مضى في النادي التاني وماشي. قلت له ده ما بيحصلش، انت ازاي يعني؟ ما جاش في بالي انت ماضي عادل مع بتهزر النادي. يعني. انا ما بهزرش. وخلصنا. قال لي بعدين بقى عشان الماتش بتاعه خلاص ركزت في الماتش ان انا في وقت هنزل ماتش المصري، ما انا مركز انا احتياطي في الماتش. فممكن تنزل في اي وقت. بالليل بقى عمال ازن على الحضري قول لي قول لي في ايه. التليفون عمال مقفول، تزن. فجنني اكتر. فقلت خلاص ما فكرتش تنبه مثلا المسؤولين في النادي لا او ما يعني حاجه ما تخصكش؟ ما تخصنيش ومش في دماغي، ولو حاجه حصلت ما هتبقى خدتش خوان. ولا اي حاجه. انا الصبح نزلت تمريني عادي، كان عندنا معسكر الماتش لا كان عندنا تمرين عادي وبعدين تاني يوم معسكر عشان ماتش المحل محله. في المحل. كان معانا الشناوي. والله كان كان ساعتها صغير الشناوي الشناوي كان موجود. موجود، وكان معايا احمد عادل عبد المنعم. كنا احنا الثلاثه، كان لسه رمزي ما جاش كان ما رمزي جه بعديها بسنه بالظبط. تقريبا. المهم قعدنا فقلت له
فرحت النادي فلقيت كابتن عماد انا حاسس بيكلمني الساعه 8 الصبح، قال لي مش قلت لك بتاع؟ قلت له في ايه؟ قال لي انا كان في رؤيه امي جات لي في الحلم ساعتها، دي والله حقيقه، وهي توفت طبعا، كانت الله متوفيه، يرحمه. فجات لي في الحلم في الرؤيه ان هي امير انت ربنا هيوفقك من النهارده، ومشيت ما بقتش فاهم حاجه برضه، انا كل ده مش فاهم حاجه. المهم لقيت كابتن عماد النحاس بيكلمني، قال لي امير مش قلت لك حاضر في سويسرا؟ قلت له سويسرا ايه وبتاع، انا مش فاهم حاجه. قال لي يلا على النادي، عندنا تمرين، نام كويس وعندنا تمرين عشان خلاص انت ايه انت هتلعب. هتشيل الدنيا كلها. بس رحت التمرين لقيت كابتن احمد ناجي، لان خلي بالك هي كانت مفاجاه مفاجأة. لكله. أنا لغاية دلوقتي فاكر اللحظة اللي عرفت فيها الخبر ده، يعني تمام. لغاية دلوقتي أنت متخيل؟ انا بص يا امير، انا عايز اقول لك ان انا رحت النادي ما برضه لقيتش الحضري مش طبعًا. فاهم، لا انا هدخل الاقي مش هلاقي الحضري فعلا، عمال أنتوا ادي يعني بتهزروا كم بجد يا جماعة لحد ها؟ ما نزلت التمرين لقيت مستر مانويل جوزيه اتكلم معايا، قال لي يا امير انت جول كبير وجول كويس، مستني فرصه، ودايما كنت بتلعب والناس مش بتحس بحاجه، ولعبت وانا بثق فيك والناس كلها والجمهور وبتاع، فالعب عادي ما شيل الضغوطات، ودي ميزه مانويل جوزيه ساعتها، دي حقيقة. وميزه لحد النهارده والتاريخ الاداره النادي الاهلي ما تحطش عليك ضغط. خالص. انا بالنسبه لي لا، لان لا انا انت بالنسبة لك انت على المستوى الشخصي لما يحصل الضجة دي على هروب الحضري، فبالتالي الناس كلها مركزة دلوقتي مع امير، فاكيد دي في ضغوط عليك كبيرة. اتعاملت ازاي في اللحظة دي او في كل النقطة دي؟ همي، كل همي في اللحظه دي ان انا افيد النادي الاهلي، انقذ النادي الاهلي في اي ماتش، ابقى تمام. كويس واشيل النادي الاهلي في كل ماتش، لكن ضغوطات وناس وتصوير وكاميرات وبتاع ما اتخضيتش يعني عادي، او متابعة لان انا الجمهور. خلي بالك انا متعود على الضغط من وانا صغير، صح انا جوه مظبوط النادي الاهلي من صح وانا صح صغير اتعودت ان انا النهارده ما فيش حاجه اسمها مركز تاني، ايوه ما فيش حاجه اسمها تسهر بره، ما فيش حاجه اسمها لازم بره مركز، وانا خطواتي في المنتخب، خطواتي انا بلعب في النادي الاهلي، فكل ده طب سبوت عليك. بمناسبة ان انت بتتكلم عن النادي الاهلي، يعني انا هسألك سؤال مزدوج شوية او ليه اجابتين، انت اختار بقى اللي فيهم. يعني انت فرحت بهروب الحضري ولا زعلت عشان مصلحة الاهلي انه هرب؟ فرحت انك هتلعب ولا زعلت ان خروج الحضري، وهو كان لسه مخلص بطولة الامم الافريقية 2008، كان حاجة عالمية، كان بص بيصد حاجات غريبة، طبعا فاهم؟ فانت ايه كنت انهي واحد فيهم؟ انا هرد رد رد بقى صح. واقعي، بالنسبه لي اكيد فرصه كويسه فرحت. طبعا، مش هقول فرح على قد ما هو طبعا عنصر مهم جدا، طبعا ومشي في وقت صعب اكيد. انك انت في نص الدوري في يناير في الدور 32، طب انت في مشكله تانية الناس مش واخده بالها منها، انا هكمل لدور ال 16 انا واحمد عادل عبد المنعم، لان الشناوي كان صغير ما مش كانش مقيد في مقيد، القائمة وفي غير الأفريقية. انا احمد عادل عبد المنعم، بدليل ان انا امير في ماتشات كتير اتعورت كنت بتكمل. واكمل واريح اسبوع والعب واتعور تاني واكمل اسبوع، قعدت اتلصم كده لحد ما جابوا رمزي، وكان كان الشناوي ساعتها بقى ايه، كان خرج إعارة خرج أو اعاره باع او ساعتها. اتباع او مشي، حتى ما اتباعش ده هو ماشي. مشي فري. فاللي انا عايز اقوله لك ان انا ساعتها اكيد فرصه بالنسبه لي كويسه جدا، ولكن الجزئيه التانيه ما تخصنيش في ان الحضري مشي او ما مشيش، فدي انت فكرت في ان انا خلاص بقى الفرصه اللي انا مستنيها جات لي، فبالتالي وافيد فرحت النادي بهروب الحضر. وفرصه طبعا. بالنسبه لي كويسه جدا، والحمد لله رب العالمين كملنا، خدنا سوبر افريقي وسوبر مصري بس قبل بقى الحاجات دي افريقيا. اكيد كان دور جمهور النادي الاهلي واضح ما لسه بالنسبه جاي لي. لك بقى في لان ماتش الجزئيه دي. المحله ده كان احنا فاكرين كلنا التفاعل الجماهيري معاك ساعتها كان عامل ازاي، ففكرنا انا جيت معاك. امير في الجزئيه دي انا هاجي فيها، لكن انا بتكلم على الجزئيه بتاعت ان انا جيت التمرين بقى، طبعا الجماهير ايوه والناس والاداره جت سندت واعضاء النادي، موضوع كبير جدا، انا كل تركيزي مش ده، انا كل تركيزي انت ازاي ماتش تظهر بشكل المحله كويس. هبقى عامل ازاي، بتلعب المحله في المحله. ففوجئت بحاجه غريبه جدا، ايه بقى؟ ان انا طبعا جمهور النادي الاهلي لما انا نزلت مش عايز اقول لك يعني، حتى ولادي لما بيجي يشوفوا بيعودوها ويجيبوها لي واتفرج عليها جسمي بيقشعر، جمهور النادي الاهلي المدرج كان بيتهز بيشجعني بطريقه غريبه. الاغرب بقى كمان ان جمهور نادي المحله كان بينادي عليا، لا والله. دي اللي كانت بالنسبه لي يعني كان في نوع من انواع التعاطف. تعاطف معايا. انا رحت مصري بورسعيد نفس القصه، اسماعيلي، اتحاد، كل ده يعني رغم فرق. ان على فكره هم جمهور انديه ونفس النادي الاهلي، فاكيد ما دي ممكن كانت يفرحوا بالنسبه لي برحيل انا ما كنتش يعني كنت، الحضري. بس دي بالنسبه لي يعني انت عارف لما بتلعب حد يلعب نادي الاهلي او فرق بتنافس بعض، بتلاقي الجماهير التانية بتلاقي في هتافات لفريقها بس، او
كلام خارج مثلا، بس يعني في حماس يعني. لكن انت النهارده بتلعب، جمهور النادي الاهلي بيتهز ان النهارده امير 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 كبير كبير من حبك يا امير. دي كانت بالنسبه لي حاجه مهم قوي لحد النهارده، الناس بتكلم بتقابلني طبعا. دي حاجه.